الكاثوليكون. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بطرس رسول يسوع المسيح للمختارين المتغربين في شتات بونطس وغلاطية وكبادوكية وآسية وبيثينية، بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. بارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحرسون بقوة الله بالإيمان، للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا. وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به. فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم.